مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع طريفة من طرائف الكرة القدم المغربية. دائما معنا سي شروق، مرحبا بك. مرحبا سي مستو، وسعيد بالتواجد معكم. سمعنا في الحلقة الأولى يعني هذيك ضربة خطأ تاع السي سحيسة، الآن شنو حكاية الصبا تاع فارس؟ حكاية ديال الصبا ديال فارس، أنا قريتها في واحد الكتاب اللي ألفو زميل صديق الأخ عز بالبودالي، صحفي رياضي، يعني الكتاب اللي ألفو على حياة ديال فارس. كانت واحد الدوري في سوريا 1974 وشارك فيه صراحه ما كنتذكر سميت الدوري، وفارس بالي واحد الصباط ديال الكره عند الزميل ديالو عبد الله ديك سي الله بدا تي لعب كره وخداه النمره 41 ودا فارس مع فلسطين في سوريا وداه، وداك الصباط تدريب تشرق سبوت ودا بقى فارس بقى كيقلب تما على شي كوردوني شي خراز في سوريا ورقع وصاب داك السبوت ولعب به الماتش الاول ومركبيه ونعتبرو بورت بونور. بقى تيلعب به السبوت كون سي فارس بقى مبروك وبقى تيلعب به الماتشات كلهم. والمغرب ديك الساعه كان الجيل ديال فارس وبابا والشريف وعربي احردان وعسيله علماء تاع الكره الزهراوي وهذا، وفازوا بهذاك. وفارس بقات الذكرى دي زوينه اللي طالعت عليها في هذاك اللي قلت لك. دابا السؤال، واش السي فارس باقي محتفظ بهذا الصباط ولا لا في الدار ديالو؟ السؤال المحمديه. تحيه للسي فارس، تحيه. واخا بقى هذا الصباط ولكن الذكرى بقات دائما. وفارس عنده بزاف الحكايات. اللي بغيت نحكي لك واحد المساله اخرى ديال فارس حتى هي قريتها في نفس الكتاب. فارس في لاكوب ديال لاكوب دافريك 76 اللي فاز به المغرب، فارس كان مرض 10 ايام وهو مريض وما كانش كيتدرب مع المنتخب ولا في البيت ديالو في الشومبا، وكيجيبو حتى الماكله. وجا عنده الكولونيل بن مجدوب اللي كان هو القائد ورئيس الجامعه وهذا، وقال لي فارس خصك تدخل. وما عقدش الماتش صراحه، الماتش الاول كان مع الزهير ولا هذا، وفارس فيه الحمه وما كيتريني والو. قال لي انا مريض داكشي، قال لي شوف ادخل اوقف وما دير والو. وفعلا فارس عطي فارس ديك الساعه فارس كان نجم من نجوم الكره القدم ديال الوطن الفولي وهذا. ودخل فارس شدو جوج ديال، واخا هو مريض ما عرفش هو مريض، وشدو جوج اللعابه ومركا في هذاك الماتش. هو مركا وبقى كيلعب حتى هز لا كوب دافريك 76 للاسف الوحيده واللي الوحيده وهي اللي كاينه، رغم دازوا اجيال واجيال، بقات هي ديك هذاك الكاس. يعني هذه القضيه كتبين تاع يعني اللعابه كان عندهم واحد التحدي لجميع الظروف. شكرا سي شروق، نلتقي في حلقه جديده وطريفه اخرى من طرائف كره القدم المغربيه.